السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم الأمن الوطني، والسلام عليكم الكثرة يا غرفة التحقيق. شوفوا هذا لطفي دراجي، هدايا راهو يخدم في بلاصة راشد نكاز، هذا راهو يخدم في بلاصة راشد نكاز. شوفوا يا جماعة واش دار هادي البارح، دارها شوفوها مليح، دارها البارح هايدي شوفوها مليح، هاي وقتاش دارها؟ دارها 30/5/2020، هادي دارها في الصفحة تاعو، وكان دارها ديجا عام لي فات، وسائل عام لي فات كي راح النهار قالت النهار، وسائل البرنامج مع قالت النهار. شوفوا واش هو يقول، وعاودها اليوم باش يدير فتنة كبيرة، ودوك نبين لكم نعطيكم بيان باللي هذا ويدير فتنة في الشعب، حب يخرج الشعب للزنقة، دوك نوريكم بيان باللي حب يخرجوا للزنقة، وتشوفوا باللي تاع الصح بيخرجوا للزنقة. شوفوا مليح واش يقول. أول ما بيكون ثم في المتحف، هذه دولة منيح أو عاودها وهي سكرة الله العظيم المتحف، ثم تلاصل في المتحف شوفوا في المتحف تسليم يسكر الله في المتحف تعامل مع المروحة الرياضية للراعي العام يتجاوز مع هذا المتحف. هل الصوت لماذا المتحف رب مش عم تخدم الصوت؟ شوفوا يا أستاذ مصطفى، يا لطفي يا اسمح لي لماذا لا تعملني أستاذ الله حظك أستاذ من خدمك، أنت كيف تعلم في صوتك وراك تتعامل بيديك وراك تتكلم يعني بخشوع؟ خلعني بصوتك انتم راكم مترين وستين وانتم ما تاكلوا فينا الجيل تاعكم، لانه الرجال حقيقه مات الله يرحمه، انا اقول الله يرحم الشهداء، اما اللي بقاو دي بيرسونا بروفورس تفكيرهم. اما الان حاليا الشعب ما تقول لكم متعزين وجبتوا البلاد وسقمتوا البلاد، هذو قاعد خرطي في الخرطي مع كل احتراماتي، وين هذا ثم تراسلوا في المتحف؟ ولكن شيء مؤسف، حنا كنا عندكم ثم تروحوا المتحف حتى تبعتوا الدستور الجزائري للمتحف، راهو هنا المشكل. شوفوا واش دار زاد اليوم، يوم ثاني بديت ليتو الباء عليه اليوم على الوحده تاع الصباح. شوفوا واش دار، شوفوا ثاني هذه اللي دار هذه اليوم على الوحده تاع الصباح. شوفوا زاد دار هذه زعما هذه، شوفوها نخليكم غير تسمعوا شويه من عبط باش نوريكم وين حاب يلحق. استاذ استاذ بعجي، هذه عقليه الرشيكه، هذه الذهنيات الباليه، لا نستطيع لا تستطيع ان تبني لنا دوله مدنيه حسب جاء. ولا لا استاذ استاذ من زميل الفوز لما نتناقش حتى لو نختلفوا سياسيين نحضر المقامات تاع الناس، ما نقولوش سعيده لهذا. اذا جاء الناس استعجلني ولا لا 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 هذا حبي يدير فتنة، شوفوا الفتنة، حبي يدير فتنة، دوك نوريكم بلي حبي يدير فتنة، شوفوا الفتنة لو يديرها في لاباج تاعو باش يحرض، باش يحرض الناس باش دير، باش دير مانيفستاسيون، باش تعاود تخرج الحيرات. شوفوا شو يدير، شوفوا التصاور زعما تاوعو تابع دايا اللي خرج دوكاتيك هو رئيس تاع جبهة التحرير الوطني، شوف شو يوسو زعما لي فوتو تاوعو كوم كوا مع العصابة. هاكو تشوفو هذا راه تفيد راجي راه يدير فتنة. دوكاتيك نروح لكم للصاح، شوفوا وين حاب يوصل، شوفوا مليح وين حاب يوصل. هادي غير كيما دارها، ما عندوش بزاف لي دارها، هادي دارها اليوم 31. شوفوا واش كتب، دوك نوريكم واش كتب، شوفوا واش كتب يا شعب الجزائري، هايليك شوفوا واش كتب، اقراو واش كتب، هاوليك هادي اليوم دارها عندها ساعة برك. شوفوا شعلنا في لادات اليوم، هايليك شعلنا في لادات 31، اقراو منيح واش كتب. بعد تعيين ابو الفضل لبعجي على رأس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني 2، الشعب راه يتأكد أنه حاجة ما تغيرت، وهذا الشيء مؤسف، كان على أقل يكون ناس نقيين وليس لك، لكن يقول سيدك السعداني وبوتفليقة أتكى رئيس
في العالم. شوفوا واش كتب، شوفوا منيح واش كتب يا شعب الجزائري يا غرفة التحقيق، شوفوا من حاب يوصل حاجة للدور ولا هي رايحة يزيدوا حاجة للدور، وهي رايحة تسمعكم منيح واش كتبها، وهي رايحة تزيد خدمة فقط للشرطة والدرك الوطني كما كان يقول مثل دعاوي والدين يخلصوها درية ربي معكم يا الجزائر، ربي معك يا الجزائر. راكو سمعتوا واش قال درك يا الشعب الجزائري ويا أمن الوطني ويا غرفة التحقيق، درك تفهمونا هدايا واش وقع عندي يدير برا، علاش ما حكمتوش؟ هذا هو اللي لازم يتحكم، وهذا هو اللي راهو يدير فتنه كبيره. ها منيك الخباجيه، ها منيك صحاب الفتنه، ها وليك خبيث هدايا، خدم هذا تعلم بيد راشد الخبيث، راشد الخائن، راشد الحركي، وليد الحركي لي زوروا الكوارتو توفيق وطرطق لي زوروا الكوارتو، هذا هو يخدم في بلاستو، هذا خائن كبير يا غرفة التحقيق وسمت سيوس التحقيق عليه. يا سيد الرئيس هذا، يا سيد الرئيس هذا يا خبيث كبير، نغليكم نخليك يا غرفة التحقيق خليكم في ضميركم يا رئيس التبون، نخليك مع ضميرك، هذا راه يفسد في البلاد ويفسد في الشعب مثل الجزائر. والسلام عليكم.